سحر يعني مبدئيا لما حد يقول لي علم الطاقه ما بقاش عارفه يعني ايه علم ايه ده الطاقه بالظبط؟ بالتحديد يعني. اما يقولوا لي بقى ثراء وحاجات كده العمليه بتبوظ تتعقد اكتر، عندي، اضيع بتبوظ انا بقى في اكتر. الحته دي. فانا عايز افهم يعني، فهمينا بكلمات بسيطه تمام. ايه العلم ده، وابتدى امتى، ولا هو موجود من زمان واحنا اكتشفناه دلوقتي، ولا ايه هو بالنسبه موجود من امتى؟ موجود من اكتر من 400 سنه، بس ايوه هو في الوطن العربي مؤخرا بدات الناس تستقبله شويه عن زمان. ايه الطاقه ايه الطاقة؟ وازاي طاقة بتاثر؟ إيجابية وطاقة سلبية، الكلام ده وأحسبها جميل، إزاي؟ لكن احنا هنتكلم النهارده بشكل بروفيشنال بقى عن الفلوس، ويعني ايه طاقه ويعني ايه فلوس. خليني ابدا بحته كده مهمه، ان البني ادم عباره عن افكار ومشاعر وجسم. التلاته دول مرتبطين ببعض. اي فكره حضرتك بتفكريها ليها ذبذبات وترددات. الفكره طبعا حتى اجهزه المخ والاعصاب بيقيسوا بيها، لما بيحطوها على الدماغ وبيشوفوا، لما انت تشوفي لون معين يجرالي ترددات ايه، رد دماغك فعلي ايه. بتختلف. فكل فكره ليها تردد. الافكار النجاح ليها تردد مختلف عن افكار الفشل، عن الحزن، عن المرض، عن الصحه. الافكار بتحرك المشاعر بشكل دائم، ومستحيل شعور يتحرك بدون فكره. تمام، صح. اي شعور بيتحرك الجسم بيستجيب ليه. الحزين ملامحه بيبان عليها انه تعبان او حزين. لو انا عرضتك لموقف او حكيت لك حاجه تخضك او تزعلك قوي، ممكن تصيبك بمرض. يعني ممكن لو حد اديته خبر بوفاه حد مقرب ليه، او حاجه خسر فلوسه او خسر حاجه مهمه عنده، ممكن يزعل جدا لدرجه تجيله جلطه. في ناس ممكن تموت. صح. فالفكره ليها تاثير قوي جدا، مش منفصل نهائي عن الشعور. والشعور في الاخر بيصب ده في جسمك. جسمك بيستقبل الطاقات دي اوقات يخليها جوه، وفي نفس الوقت بيطلع لها ترددات خارجيه بره جسمنا. خلينا نستعين بايه دي في القران بتلخص لي قوانين الطاقه كلها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ايه هي الانفس؟ فكرتي وشعوري. هو ده الحاجه اللي مش ممسوكه، مش ماديه، بس اللي بيحصل جوه هو ده اللي انا هحصده بره على اي مستوى. على المستوى المادي، على مستوى الصحه، على اي حاجه تخطر في بال حضرتك. ايه اللي يخليني احصد مال او ما احصدش مال؟ عندي مشاكل في الفلوس. هقول كلمه كده الناس بس تفكر فيها. انت ممكن تبقى اغنى واحد في افقر دوله، ممكن تبقى افقر واحد في دوله غنيه جدا. وانا بيجي لي ناس كتير كده تبقى من دوله معروف ان الدول دي اقتصادها عالي ومرتباتها عاليه، بس يا دكتور الحقيني انا عندي ديون وهدخل السجن، انا عندي مشكله ماديه كبيره. هنا المشكله فين؟ تتوقعها تكون فين؟ اما تجيبي الفلوس وتوزعيها على الناس كلها بالتساوي، تيجي كمان سنه مش هتلاقي الناس كلها زي بعض، كلها خدت زي بعض. الغني هيعمل فلوس تاني ويتغني، واللي كان في الاول فقير هيرجع يفقد فلوسه. الموضوع هنا مرتبط بالمنتاليتي، بافكارك. انت بتتعاملي مع الفلوس ازاي؟ شايفاها ازاي؟ ايه البرمجات بتاعتها؟ خليني اقول ايه كلمه برمجات دي برضه عشان الناس مش بتبقى فاهماها. برمجات هو ان انا اول ما بتولد انا ما عنديش حصيله افكار، انا بستقيها من ماما ومن بابا ومن صحابي ومن الجيران ومن قرايبي ومن المدرسه. فالافكار دي اوقات بتكون داعمه واوقات بتكون محطمه. وللاسف اهالينا جزء كبير منهم ما درسش ده ومش فاهم ده. فانت تطلعي في اسره تقول لك انت بتطلبي فلوس كتير، احنا قاعدين على بنك. تسمعي من الناس ان اللي معاه فلوس كتير ده لازم يكون بيعمل حاجه غلط. ما ينفعش بقى هي الجمله دي ممكن تتقال حتى لو كانوا اغنياء بيقولوها برضه. هو اللي هي ايه؟ ما هي دي غلط، دي غلط. طب في فرق بين ان انا اقنن واتعامل صح، وان انا طول الوقت اتعامل ان لا كده كتير، انا مش هينفع اصرف، انا مش هينفع. واصلا ايه الهدف من الفلوس؟